عندنا هنا السؤال 180، راتب موظف 6000 ريال ويأخذ ربح 3% من أرباح الشركة الآن، فكم يكون راتبه إذا كانت الأرباح 150,000؟ إحنا أخذنا وتعلمنا إن 1% هنا لازم نشيل صفرين، فبالتالي بتكون 15 صفرين، يعني 1500. خلينا نكتبها هنا، 1%، 1% هنا لازم تشيل صفرين، فبتصير هنا 1500. 3% هنا تضربها في 3 تصير 4500، زائد راتب اللي هو 6000 يعطيني 10500. إذا هنا الإجابة 10500. نيجي للسؤال الثاني، طيب السؤال الثاني هنا يقول لي شخص معه 14300 ريال، وهي تمثل مرتب شهرين، يعني 14300 هذه تمثل مرتب شهرين ورأس مال إضافية، يعني بالإضافة لمرتب شهرين أيضا في رأس مال سابقة كانت عنده. إذا زاد راتبه 30% في الشهر الثاني عن إيش؟ عن الشهر الأول، وكان قد كسب في الشهر الأول 1000، يعني هنا عندك الشهر الأول يساوي 1000 ريال، الشهر الثاني هيساوي الآن بدك تزيد 30% من 1000 ريال، يعني 300 ريال، لأن احنا قلنا 10% يعني 100، تشيل صفر، 30% يعني 300، إذا 1300 ريال. إذا في الشهرين بيعطيني 2300. طيب كم كان هنا؟ 2300، هو الشخص كم كان معه؟ 14300، هو بده رأس المال قبل الشهرين هذول، إذا 14300 ناقص 2300 تعطيني 12000، يعني 2300 هم الشهرين وال 12000 هم رأس المال قبل الشهرين. نيجي للسؤال الثالث، اللي هو 183، 183 طيب أو 182 آسف. يوفر خالد 22% من راتبه، ويوفر وسعد يوفر 14% من راتبه، والراتبين متساويين، فإذا وفر خالد 1540، إذا ال 22% هنا بتكافئ 1540، هو بده ال 14% كم بتكافئ؟ مجهول، وبالتالي س بتساوي 1540 ضرب 14% قسمة 22%. الآن بالمية مع بالمية تروح، 154 على 22 تعطيني 7، وفي عندك صفر هنا، إذا الإجابة 70، 70 في 14 تصير الإجابة 980، إذا الإجابة هنا 980. يستطيع أحمد قراءة 50 صفحات الكتاب في 6 ساعات، ففي كم ساعة يستطيع قراءة عدد صفحات الكتاب الباقية؟ هو يبغى له الباقية الآن، لأن لو رسمت لك أنا رسمة هنا، تقدر من خلال رسمة تقسمها لخمسة أجزاء، 1، 2، 3، 4، 5 أجزاء، الخمسين هذول بيقرأهم في كم؟ في 6 ساعات، معناته كل جزء له 3 ساعات، خلاص؟ هذا الخمس الأول، والخمس الثاني أنهاهم. كم باقي له؟ باقي له 3 أجزاء، اللي هي 3 أخماس، 3 في 3، 3 أجزاء في 3 ساعات، كل جزء يساوي 9 ساعات، إذا هنا حيعطيك 9 ساعات. طيب، يكتب رائد 16 كلمة في 20 ثانية، يكتب رائد 16 كلمة في 20 ثانية، فكم كلمة تكتب في 45 ثانية؟ إذا 16 كلمة هنا، خلينا نرسم الرسمة بس،
خلينا الآن نكتب الكلام هذا. يقول لك يكتب رائد 16 كلمة في 20 ثانية، هي 16 كلمة خلال 20 ثانية، فكم كلمة تكتب في 45 ثانية؟ الآن مجهول خلال 45 ثانية. نعمل هنا مقص، س بتساوي اللي مع س قلنا فتحت 16 في 45، اختصر اقسم على 4 على 4 تعطيني هنا 4 وهنا 5، اقسم لي على 5 على 5 تعطيني هنا 1 وهنا 9، 4 في 9 تصير إجابة 36، إذا الإجابة هنا 36. طيب عندك هنا بيقول لك أحمد يكتب، خلينا بس نمسح يقول لك أحمد يكتب 6 كلمات في 10 دقائق، فكم يكتب في ساعة ونص؟ الآن 6 كلمات خلال 10 دقائق. ساعة ونص طبعا احنا بنعرف ان الساعة 60 دقيقة، ساعة ونص يعني 90 دقيقة، لازم نوحد هنا، لازم نوحد. 6 كلمات في 10 دقائق، كم يكتب خلال ساعة ونص؟ هنا س. في طريقة سهلة طبعا، هنا ممكن اضرب في 9 بما ان التناسب طبي، فبضرب هنا في 9 غير طريقة المقص، يعني طريقة المقص بتزبط هنا، وايضا الطريقة هذه س بتساوي 6 في 9 اذا بتساوي 54، اذا هنا س بتساوي 54. إذا كان خالد يكتب 6 كلمات يوميا، فكم عدد الكلمات التي سيكتبها في 7 أيام؟ 6 كلمات في اليوم، كم عدد الكلمات التي سيكتبها في 7 أيام؟ 6 في 7 تعطيني 42، هذا ما يحتاج شيء. رجل يقطع 4 كيلومترات والتي تمثل 20%، 20% احنا هذه قلنا انها تكافئ الخمس، 20% تكافئ الخمس، يعني انا عندي هذا الشكل 1 2 3 4 5. رجل يقطع 4 كيلومتر، يعني إذا هذه بتكافئ 4 كيلومتر وتمثل 20% مسافة، كم يحتاج لإنهاء السباق؟ الآن ما عندك 1 2 3 4، 4 في 4 بيعطيني 16. هو طالب إنهاء السباق، كم يحتاج لإنهاء السباق كاملا؟ فبتصير لازم تحسب القيمة الأولى، فتصير 20 دقيقة، 20 دقيقة. شكرا لكم والله يعطيكم العافية.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعطيكم العافية أحبابي.